هل سوف تزداد على الأرجح؟ هذا سؤال مهم وممتاز، ولكن السؤال هو هل سوف تستمر؟ نحن رأينا هذه الهجمات التخريبية ضد المنشآت الإيرانية النووية واستهدف النظام داخل إيران. نحن رأيناها تزداد عبر السنوات الماضية تحت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيلي. اليوم نحن نرى رئيس وزراء جديد ناتالي بنت وحكومة جديدة، والذين يبدو بأنهم ما زالوا مستمرين بتنفيذ هذه الهجمات التخريبية، وبالتالي لم تتغير الأمور في هذا الجانب، على الرغم من أن القيادة الإسرائيلية قد تغيرت خلال الشهر الماضي. فهذا سيعطيك فكرة، بغض النظر عما كان توجهك السياسي داخل إسرائيل، يبدو بأن كل حزب سياسي في إسرائيل يتفق بأن إيران يجب أن لا تحصل على السلاح النووي. أنا أرى بأن هذه الهجمات التخريبية قد استمرت تحت بنت، وعلى الأرجح سوف تزداد بما أن ميزانية الجيش الإسرائيلي تزداد، ولكن إيران تشعر بالإحراج بالتأكيد بسبب هذه الهجمات. هذه الهجمات تحصل تقريبا كل يوم، هناك انفجار في أحد المنشآت النووية كل يوم، وذلك على مرأى النظام الإيراني وعلى مرأى الحرس الثوري الإيراني وعلى مرأى من الاستخبارات الإيرانية. وسوف أعود إلى سؤالك السابق، أنت تحدثت عن أفضل حل ممكن. لا أحد يريد أن يرى حربا في الإقليم بالتأكيد، ولا أحد بما في ذلك الإسرائيليون لا يريدون أن تضطر إسرائيل إلى مهاجمة هذه المنشآت النووية الإيرانية، ولكن ما نراه من الهجمات التخريبية هي استراتيجية جيدة لإسرائيل، لأنها لا تقضي بالكامل على برنامج الصواريخ البالستية الإيراني ولا على البرنامج النووي، ولكن ذلك يبطئها. وأعتقد بأن خليطا من ذلك مع عقوبات صارمة والتي سوف تضعف النظام، هذا سوف يجعل الشعب الإيراني يثور ضد القيادة الإيرانية ويطالب بحريته من هذا النظام.